لاقي لها اي حاجه الاقي لها يعني في اي حاجه مميزه ليها لا اي حاجه من الاشعه كنا بنسميها ايه اكس فاضل عليا كلمه اكس راي تمام كده حلوه الحدوته عرفنا هي جت منين يعني هو انت المفروض الفيلم عامه يعني تصوير حتى لو مش هتصوري رجليك ايديك تحط الفيلم تحت رجلك ويعرض الاشعاع تمام كده طلع صورة ايديها البون بتاع ايديها هقول لك ليه بعد كده طلعت الصوره ليه اشمع ازاي الاكس راي بيطلع الصوره هنقول بس شويه ديفينيشن تيرمينولوجي كده حضرتك محتاج تعرفه هتعرفهم ليه عشان ممكن يعني اولا عشان تبقى عندك مبادئ الماده والعلم بتاعها ثاني حاجه عشان حضرتك في الامتحان بيجي لك سؤال على شكل اسمه ساينتفك كتير احنا مش رخمين محبش اقول لك تقول لي الديفينيشن بتاع مش عارف ايه انتوا ما بتعرفوش تحفظوا والدنيا دي كلها ما بتعرفش تحفظ دلوقتي فكل الناس ايه بتاخد بالشبه تفهم اكتر هو الفهم احسن من الحفظ فانت تفهم الديفينيشن هتطلع منه بالايه بالساينتفك تيرم مش كده اسهل كده اسهل كتير طيب لما اجي اقول لك النهارده يعني ايه كلمه اشعاع يعني ايه راديش كده من الكلمه كده تحس ان في ايه في انرجي في الموضوع صح في طاقه في الحكايه يبقى كلمه راديشن او انرجي دي معناها ترانسميشن اوف انرجي في السبيس او المذر على شكل ايه لقيتها على شكل ويف لقيتها على شكل بارتكلز يبقى انا لما اقول لك ان الاشعاع دلوقتي او راديشن ما هو الا شويه انرجي ماشيه في السبيس لإلا على شكل ويب لإلا بارتكلز انا كده عندي كام نوع من الاشعاع متوقع يعني هيبقوا اثنين تمام كده افتكروا عشان بقى شويه هنجيب سيرتها تاني طيب تاني ديفينيشن محتاجه تعرفه انا قلت لك الماده بتاعتي اسمها ايه راديولوجي بحضرتك جاي تدرس الساينس او جاي تتعلم ايه تتعلم علم اشعه اي كلمه تلزق بيها اولوجي يبقى احنا بنتكلم على ايه ساينس يبقى لما جينا الديفينيشن في الامتحان اقول لك الساينس ديلينج والدايجنوستيك والسيرفيس ريسيرش هل الاشعاع بنستخدمه دايجنوستيك بس ولا ممكن اعمل بيه كمان علاج علاج في ناس اللي هي بتعمل الكلام ده احنا بنستخدم برضه في ايه اشعاع انواع ثانيه من الاشعه بنستخدمها في العلاج في انواع بنستخدمها في الايه الدايجنوستيك يبقى العلم اللي هيديه مع الدايجنوستيك والسيرفيس ريسيرش نتيجه ان انا هعمل ابلكيشن للهاي انرجي دي بنسميه ايه راديولوجي تمام لما احط لك الكلمتين بتوع الميديسن والدنتستري يبقى انا كده ما خصصتش لما اتزلت بقى دنتال راديولوجي يبقى انا خصصت مين قصتي انا علمي انا النهارده جاي تدرس الراديولوجي اللي يخص الدنتستري اللي ليه علاقه بالاسنان تمام ماليش دعوه انا مش هكلمك عن تصوير الاناتومي بتاع رجلك ولا الاناتومي بتاع ايدك في الاشعه ماليش دعوه دي مش قصتي انا قصتي ايه ماكسيليوم فيشي سكالب بتاعي خلاص كده هل انا خصيت هنا هل انا لما اقول لك راديولوجي انا جبت كلمه خصيت الاكس راي عشان تفرقوا يا جماعه من كلمه راديولوجي كلمه ثانيه بعد منها اسمها رونتولوجي رونتولوجي ده اول مقطع من الكلمه اسمه ايه رونتجن رونتجن ده اللي هو كان مين اسم العالم اللي هو اكتشف ايه الاكس راي يبقى لما اقول لك رونتولوجي يبقى ده العلم اللي بيدرس خصائص وقصه ايه الاكس راي اللي فوق دول كان كل الهاي كل الاشعاعات اللي في الدنيا يعني علم الراديولوجي ده في اشعاعات في اكس راي في جاما راي في حاجات كتير قوي عندنا في علم الاشعه لكن الانتنولوجي ده العلم اللي بيخص الضيف مين اكس راي وبرضه انا ما حددتش الانتنولوجي ممكن اصور بيه في الميديسن وممكن اصور بيه في ايه في الدنتستري لما بقى عايز اخصصه يبقى الدنتال هقول اسمه دنتال رونتولوجي تمام كده في مشاكل يا جماعه احنا ما بنحفظش احنا يا ريت نفهم لو سمحتوا مش عايزاكم تحفظوا عشان شو هنقعد نحفظ كل الديفينيشنز نفهم الديفينيشن هتلاقي كلمه واحده في سطر معبره عن الحاجه لما انا اقول لك دنتال رونتولوجي هتلاقي كلمه اكس راي او رونتجن راي انا ممكن اسميها رونتجن راي عشان هو اللي اخترعها فما نسبه الى المخترع ممكن احط اسميها باسمه وجنبيها كلمه ايه دنتال ديزيز يبقى انا هنا دنتال رونتولوجي تمام كده طيب راديوجرافي راديوجراف راديوجرافي راديوجرافي ده انا دلوقتي عايزه اطلع صوره عايزه اعمل شويه مانيبيليشن كده وشويه بروسيس عشان خاطر في الاخر يطلع لي شكل ايمج هجيب الاكس راي وهجيب الايمج بليت وهصور ده بنسميه الارت الحاجه اللي انت هتعملها الفن بتاعك اللي انت هتعمله عشان تطلع ايه الفاينلي الاند ريزلت بتاعتك تبقى ايه راديوجراف تمام كده انت فيديوجرافي يبقى انت استخدمت الارت بتاعك ده عشان تطلع صوره ايه حاجه للايه ليها علاقه ايه بالدنتس طيب
طيب اخر حاجه ليه جراف دي فاينل الاند بتاعتك او الاند ريزلت بتاعتك ان انت هتطلع ايه؟ طلع ايمج. لقينا الايمج دي تبقى ليها علاقه بحاجه ميديكال ار بقى ليك اي حاجه او حاجه ليها علاقه بينا اللي هي تبقى ايه؟ دينتال ريجراف حاجه ليها علاقه بينا. دي قصه سهله ما فيهاش حاجه شويه ديفينيشن هتبص عليه تعرف كلمه مميزه في كل ديفينيشن بس لما يجي لك حاجه حضرتك تكتب لي اسم ايه؟ ساينتفك. طيب نخش على حته كده لو اتكلمنا بيزكس فيزكس كلكم عارفينها بس هفكركم بيها انتوا خدتوها في حياتكم مش حد جالنا هنا قبل لازم يكون خدها في الدنيا هي حاجه درستوها في الفيزكس تمام؟ لما اقول لك ماده ايه هي الماده؟ انا عايز اقول لك دلوقتي الكورس اللي انا هعطيه لكم كماده ولا لا؟ ليه؟ دايركت سبيس عند هذا الماس عنده كتله وليه مساحه شغاله فكده بنسميها ايه؟ دي ماده تمام؟ طيب اي ماده في الوجود بتتكون من مجموعه ايه؟ اتومز تمام؟ يبقى الوحده الاساسيه بتاعت حياتك ايه؟ اتومز. طيب الماده بتاعتك عندك على شكل لا جاز لا سوليد لا ايه؟ لا ليكويد. اي حد فيهم يعني المفروض سوليد ليكويد جاز عشان تتشينج من واحده للثانيه لازم حضرتك تعمل ايه؟ عشان احول من سوليد مثلا لليكويد اعمل ايه؟ هيت. عشان هيت دي معناها عندي انا ان انا بديله ايه؟ انرجي تمام كده؟ يبقى انا عشان احول الماده من حاله لحاله لازم اديها ايه؟ انرجي. طيب الاتوم بتاعت اي ماده بتتكون عامه زي ما عارفين دي حاجه برضو كلام ابتدائي الماده بتتكون من اتومز الاتوم ذات نفسها بتتكون من ايه؟ هي الاتوم عامله زي السولار سيستم زي الشمس الكواكب نيوكلس في النص دي الشمس وحوالين منها مين؟ الكترونز بتدور في ايه؟ في الاوربتس بتاعتها او الشيلد بتاعها تمام كده؟ طيب جوه النيوكلس عندك ايه وايه؟ بروتون ونيوترون. طيب البروتون الشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف ونيوترون نيجاتيف. من بره في ايه عندك؟ الكترونز الشارج بتاعتها ايه؟ النيوترون ساعتها سوري النيوترون مالهاش شارج مالهاش شارج النيوترون مالهاش الكترون هي اللي ايه؟ تمام كده؟ طيب لو قلت لك ان عدد البروتون في الاتوم دول الاتوم دي خمسه يبقى انا كده بقول لك ايه؟ الاتوميك نمبر خليكم فاكرين حاجات بسيطه جدا انتوا اخذتوها قبل كده ومش مكملتيش مهمه بس بعد شويه هتفرق معاك. هاجي اقول لك في حاجات محتاج ان الاتوميك نمبر بتاعها يبقى كبير ليه؟ انا اكيد طبعا انتوا سمعتوا الكلام ده في المحاضره. فالاتوميك نمبر معناها ان هو عدد البروتين اللي جوه النيوكلس او عدد الالكترون اللي بره. ففي الاخر انا عندي الالكترون قد مين؟ قد البروتون. طيب لو قلت لك عدد البروتون وعدد النيوترون على بعض كده اسمهم ايه؟ لما اجمع نيوترون وبروتون مع بعض اللي جوه النيوكلس اسمهم ايه؟ اتوميك ماس. تاني كان اتوميك نمبر ده اتوميك ماس تمام كده؟ طيب سؤال بيطرح نفسه اما الالكترون من نيجاتيف والبروتون مش بوزيتيف ما بيخبطوش في بعض ليه؟ دلوقتي انا عندي الكترون بره بنيجاتيف وفي جوه في النيوكلس في حاجه بوزيتيف مش المفروض ان اي حاجه نيجاتيف بوزيتيف تشد بعضهم؟ دول عاملين كده ازاي؟ زي الالكترون بتلف كده في المدار بتاعها ومش بتروح ناحيه النيوكلس بتلزق ليه؟ عشان تو ايكوال فورسز اللي هم مين بقى؟ واحده بتشد لجوه اللي هي اسمها الكتروستاتيك فورس اللي بتكون النيجاتيف والبوزيتيف واحده بتطرد الالكترون لبره لو انت جايب حق قفله تقيله كده قطه وبتلف كده 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 وسبته هيروح فين؟ هيطير صح كده؟ هيبقى بعيد خالص اللفه دي او الطيران اللي هو طاره دي بنسميها قوه طرد مركزي لما بتي حاجه ريفولفنج بسرعه عاليه جدا ولو مش ممسوكه لو انت مش ماسكها بايدك وسبتها هتخرج ايه؟ بره. طب ايه اللي ماسك الالكترون اصلا مين؟ الالكتروستاتيك فورس اللي هي بتشد لجوه ومين اللي بيشد لبره؟ قوه ثانيه مساويه لها في المسار هي بتخليك في الاخر تبقى قاعد في مطرح. حد عنده مشكله في القصه دي؟ ما عندناش اي مشكله. طيب لما اجي اقول لك دلوقتي ان شفنا الالكترونز عارفين ان هي موجوده عندنا كام شيلز راوند للنيوكلس؟ الالكترون سبعه اللي هو من كي لاي لكيو كل واحد مدار 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 بيفضل من جوه لبره لبره يوسع في الاخر اخر اخر اوربت ده بيبقى الانرجي بتاعته كبيره ولا قليله؟ قليله اخر بالتالي عشان كده عشان خاطر كده الالكترون اللي هو قاعد بره ده اول ما لما بنيجي نفقد الالكترون بنفقده منين؟ من اللي بره ده اقل واحد عنده ايه؟
جوه اللي هو في الكيشن ده، هو قاعد جوه ليه كده وقريب قوي من يلبس ليه كده؟ قال لك اه اصل الاستاتيك فورس بتاعته عاليه قوي، فعشان خاطر يمشي ويسيب النيوكلس ده محتاج انرجي عاليه جدا. اي الكترون عشان يمشي ويسيب الانرجي يسيب الاتوم بتاعته حضرتك محتاج تديله انرجي عشان يتغلب على ايه؟ الكتروستاتيك. انت عندك فيه قوه اوريدي كنترولر اللي هي مين؟ السنترفيوج فورس. يبقى انت عشان تاخد عايز تغلب مين على مين عشان تخرج بره؟ الكتروستاتيك فورس. يبقى انا عشان اخرج الكترون من اي نيوكلس او اكثر اي اتوم محتاج اديله انرجي مساوي او اكتر من مين؟ من الكتروستاتيك فورس. الانرجي بنسميها ايه؟ بنسميها البايننج انرجي. المهم تعرفوا الاسم ده عشان نحتاجه في اخر السكشن. البايننج انرجي دي الانرجي اللي حضرتك محتاجها عشان خاطر تتغلب على مين؟ على الكتروستاتيك فورس وتخرج الالكترون من فين؟ من مكان. دلوقتي انا جبت الاتوم دي وعايزه احولها او هديها شويه انرجي. لو انت عندك طبق في ميه حله فيها ميه سخن طبعا، اول حاجه هيحصل ايه للميه دي قبل ما تغلي؟ هتلاقي الميه دي اول حاجه انت بتشوف الميه في الحله بتبقى عاديه ستيبل ما فيهاش اي حاجه. لما تبتدي تسخن شويه تلاقي ايه؟ تلاقي الاتوم ايه؟ تتحرك من شويه شويه الميه تبقلب شويه تلاقي في بخار. تمام؟ يعني ايه الميه ابتدت تتحرك؟ دلوقتي الاتوم قاعده في حالتها الجراوند بتاعتها انها ستيبل ما فيهاش اي حاجه ما عندهاش انرجي فهي قاعده في مكانها ما فيش مشاكل. حضرتك لما سخنت الدنيا ايه؟ انرجي. الانرجي دي اللي خدتها ممكن تخلي الالكترونز ما ترضاش بوضعها. انا مش عايز اقعد جوه انا عايز اطلع في ليفل اعلى. فلما يطلع في ليفل اعلى يبقى هو كده حصل له ايه؟ اكسيتيشن. تمام كده؟ انا خدت انرجي بس ما قدرتش اخرج بره الاتوم بتاعتي. كل اللي عملته خدت الانرجي وحصل لي اكسيتيشن رحت من ليفل قليل لليفل ايه؟ اعلى منه. بس كده ده حاله الايه الحركه والبقلله. اول ما تدي له انرجي اعلى اكتر من كده زودت الانرجي عليه لا بقى ده انا معايا انرجي كتير ده انا معايا فلوس كتير اخرج بقى فيخرج يخرج ايه يسيب الاتوم خالص فساعتها هتتحول لايه لالكترون بنيجاتيف والاتوم ده نفسها تبقى ايه بالبوزيتيف مش احنا كنا قايلين البروتون قد الالكترون دلوقتي في الكترون طار يبقى هي بقت الايه البوزيتيف اعلى الاثنين دول بنسميهم ايونيك ايه بير. تمام كده يبقى انا حولت ايه عملت ايه ايونيزيشن فككت الايه البروتون بتاع ده فككته الاتوم دي انا فكيتها. تمام كده فحولتها ايه عملت ايه ايونيزيشن. في البدايه لو قلت لكم ان الراديشن يعني ترانسميشن اوف انرجي في السبيس او المطر على شكل ويف او ايه اصغرت كده وبناء على ذلك قلنا ان احنا عندنا كام نوع من الراديشن نوعين اللي هم مين بقى بارتكليت راديشن والكترومغنتيك راديشن. تمام كده فيها مشكله دي بارتكليت يعني ايه نصين حاجه قادره امسكها ليها بقى ليها تقل وليها تشارج لكن الكترومغنتيك دي اللي هي ايه انرجي طاقه. طيب انا ما يهمنيش قوي بارتيكليت راديشن بس هناخدها بشكل نظري بحت جدا احنا ما بنستخدمهاش في الدستري خالص بس حضرتك تاخدها بشكل نظري تعرفي اسم الراي وجايه منين بس وشويه بروبرتيز والاخر هم بالظبط ثلاث كلمات كده بروبرتيز بتاعتها ما فيهاش مشاكل يعني مش عايزه تقعد فيها كتير. طيب ايه هما بارتيكليت راديشن؟ اولا دي راديشن عباره عن جسيمات صغيره او 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 حاجات يعني ده جسم مش طاقه. تمام فلما بيمشي في زي كانك جبت شويه طوب وايه تحدفهم كده. تمام طيب ايه انواعهم؟ احنا عندنا اربعه منهم اسمها واحده اسمها الفا راي بيتا بارتكل وكاثود راي ونيوترون او بروتون. طيب الالفا راي دي بتيجي منين؟ في عندي حاجه في الدنيا اسمها راديو اكتيف ماتيريال. يعني ايه راديو اكتيف ماتيريال؟ راديو اكتيف ماتيريال دي يعني مواد مشعه يعني هي قاعده في امان الله كده المفروض ان اي اتوم في الحياه قاعده ما بيحصلهاش اي ديكومبوزيشن الا لما حضرتك تعمل فيها ايه؟ تديها شويه انرجي. تمام؟ لكن لا في بقى نوع من انواع المواد هم قاعدين ولا اديتهم انرجي ولا جيت ناحيتهم بيحصل لهم ديكومبوزيشن. دول بنسميهم راديو اكتيف ايه؟ ماتيريال. دي مواد ايه؟ مشعه نسمع عنها في التلفزيون الحق ده المكان ده فيه مواد مشعه. تخاف انت تروح ليه؟ اصلا انا مش عارف ايه اللي طالع. هي عامله لوحدها كده بايه بتصرف. تمام؟ طيب الراديو اكتيف ماتيريال دي ساعات من ضمن الديكومبوزيشن بتاعتها انها بتوقع منها ذره هيليوم. الذره هيليوم دي اللي بنسميها الفا ايه؟ الفا ري. تمام؟ انا بقول لك ذره هيليوم يعني ايه؟ حاجه كده حلوه حجمها حلو يعني. تمام؟ طيب دي واحده. ثاني حاجه ممكن يحصل ان الديكومبوزيشن يبقى عباره على شكل الكترونز. الماده دي بتطلع
الكترونز. منها بقى بنسمي الحاجات دي عندك حاجتين، اللي هي بيتا بارتكلز، ودي برضو بتطلع من ريديو اكتيف ماتيريال، بس المره دي هي ايه؟ هي اتوم ولا الكترون؟ الكترون. يبقى حجمها اصغر ولا اكبر؟ اصغر. طيب تاني واحده حاجه اسمها كاثود راي. البيتا والالفا اللي فوق دول حضرتك بتستخدمهم في ان انت بتعالج عيان عنده كانسر، يعني تجيب كده العيان عنده كانسر وتوجه عليه الحاجات دي عشان خاطر تعمل دامج للكانسر سيلز. تمام. طيب ايه هي الكاثود راي؟ هتستخدمها في علاج، هتستخدمها في دايجنوزز. طبعا كلنا سمعنا عنها في المحاضره، كاثود راي دي اللي بتطلع فين؟ فليكس راي. تطلع فين؟ فليكس راي تيوب. فاكرين فليكس راي تيوب دي؟ احنا كان عندنا تيوب اللي بنسخن فيها فيلمنت تطلع لك شويه الكترون، حبه الكترون دول سميناهم ايه؟ كاثود راي. هل انت هتستخدمهم ان انت تعمل بيهم ابلكيشن سواء دايجنوز او ثيرابيتك؟ لا، دي حضرتك ما بتخرجش بره ايه؟ دي ستيب، مرحله من مراحل تكوين الايه؟ الاكس راي. تمام كده؟ تمام. دلوقتي انا قلت لك ان ده الكترون وده الكترون، يبقى اتوقع انهم نيجاتيف. تمام. اخر حاجه نتيجه الانشطار النووي، انت بتجيب الاتوم، كلنا بنسمع عن الانفعالات النوويه، بنجيب الاتوم ونكسرها الاثنين، يبقى جوه النيوكليس بتاعتك فيها بروتون فيها ايه؟ نيوترون، يطلعوا ونستخدمهم في الايه؟ في المفاعلات النوويه. ده بنسميه انشطار نووي. مفاعل نووي اكيد احنا ما بنستخدموش عندنا في اسم مفاعلات نوويه. ايه؟ كل الحاجات دي عباره عن جاز ايه؟ يعني ايه زي الهيليوم؟ لا انت مش جاز، ده اتوم. هي اتوم. مش هتمسكيها يعني، مش هتشوفيها، بس دي اتوم، مش لازم هيليوم يبقى جاز. بس ازاي اسمه بارتيكولات على فكره؟ ما هي دي جسم بتاعك. بس مش لازم لا، ما انت مش هتشوفيها عينك. لا انت شايفه اتوم، ما تقدرش تشوفي اتوم دلوقتي. صغننه جدا جدا. هي بس تبقى، ما هي مش واحده بقى، ده بيبقى جروب كبير كده. تمام؟ ايه هي بقى البروبرتيز بتاعة البارتيكليت راديشن؟ عرفنا احنا قلنا اسامي وقلنا المصدر، طب كل واحد فيها مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. كام كلمه دول وخلاص، انا كده خلصت البارتيكليت راديشن، ما فيهوش اي حاجه. هما ماينوت بارتيكلز، حاجه حجمها صغير جدا. بتاخد الانرجي بتاعتها او البنتريشن باور بتاعتها بتيجي منين؟ ان حضرتك انها عندها كاينتيك انرجي جامده جدا نتيجه انها سريعه. انت واخد ليها ماس، واخده تقولتها يعني ليها ماس وليها تشارج. احنا قلنا في كذا حاجه ليها نيجاتيف وحاجات بوزيتيف وحاجات مالهاش. مين اللي كان مالوش؟ تمام كده؟ طيب بياخدوا الانرجي بتاعتهم من ان هم بيمشوا بسرعه عاليه جدا ويخبطوا في الحاجه اللي قدامهم فيعملوا ايه؟ زي بالظبط فكره الطوبه، انت ماسك طوبه صغيره او طوبه كبيره بتخبطها في الازاز يكسرها. ليه؟ خد القوه بتاعتهم بسرعه. طيب اخر حاجه بتستخدمها عندك فيها اي استخدام في الاندستري؟ لا لا، دي بنستخدمها كعلاج مش قصه. ما تهمنيش، تعرف كم كلمه اللي انا قلتهم دول وخلاص. خلاص كده؟ خش بقى المهم، الالكترومغنتيك راديشن دي بقى المهمه في حياتنا، دي اللي انت عايش جواها. الالكترومغنتيك راديشن دي مجموعه كبيره جدا يا جماعه من الراديشن، من ضمنهم الاكس راي. تمام كده؟ طيب لما اقول لك الكترومغنتيك راديشن دي عبارة، المرة اللي فاتت لما قلت لك البارتيكليت عبارة عن جسيمات ماشية في الجو يعني بتوصل للحاجة تعمل لها بنتريشن. هنا بقول لك ده الكترو كهرباء ومغناطيس، دي انرجي. تمام؟ مفيش هنا ماس، مفيش هنا كتلة، مفيش هنا جسم انت تمسكه، دي حاجة اسمها فوتون. انرجي ماشية في الايه؟ في الجو. تمام؟ طيب بدل هي انرجي بتبقى ماشية على شكل ايه؟ ويب. الويب دي اللي بنسميها ايه؟ اللي انت عندك ايه؟ الويب بتاعتك بتتكون من ايه؟ توب وبوتوم. تمام؟ وليها اتجاه بتمشي فيه بروجيشن، وليها الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، عشان كده سميناها الكترو ماجنتيك فيلد مش عارف الكترو ماجنتيك راديشن. تمام؟ عشان ليها مجال المغناطيسي ومجال الكهربي وليها بروجيشن، الثلاثه عمودين على بعض المنظر ده. اتجاه وده مجال مغناطيسي وده مجال ايه؟ مرور ايه؟ طيب فاكرين يا جماعه لما كنا بنجيب حته المعدن ونلف حواليها سلك ونوصلها ببطاريه؟ طيب حاصل الكهرباء ماشيه تولد لك عمليه مكان مغناطيسي يتحول ده المغناطيس لايه؟ هو دي نفس القصه برضه. تمام كده؟ طيب المسافه بين التوب والتوب دي بنسميه ايه؟ الويف لينز. حلو قوي، تبقى عارفها عشان بعد شويه هستخدمها واقول لك ايه لازم. على فكره احب اقول لكم ان انتوا عايشين دلوقتي وسط الالكترومغنتيك ويفز راديشن في ايدك وفي ايد حضرتك وفي البيت وفي العربيه وفي كل حاجه. ايه هي الالكترومغنتيك راديشن؟ لا
لا ده سبيكتروم كبير جدا. سبيكتروم يعني يعني انواع كتير جدا على اساس على اساس على حسب حاجه معينه كده بيتقسم. تمام؟ في منه زي الراديو ويف، حضرتك تفتح الراديو تلاقي فيه كلام واغاني وحاجات غريبه جات لك منين دي ما تعرفش، تمسك الموبايل بتاعك تتكلم، تفتح وايرلس، تفتح انترنت على الموبايل، اي حاجه بتعمل لها ريسيفر تستقبلها يبقى انت بتتكلم في ايه؟ في الكترومغنتيك راديشن. دلوقتي انا فتحت الراديو استقبلت ويفز، الموبايل بتاعك فتحت النت استقبلت ايه؟ انترنت. جالك ازاي؟ انت شايفه؟ انت حاسه موصل حاجه عامل حاجه؟ لا خالص. يبقى دي حاجه في انرجي حوالين ساعتك في الجو دلوقتي لما انت هتفتح الريسيفر بتاعك هتعمل ايه؟ تستقبله. تمام كده؟ ما فتحتش الريسيفر مش هتستقبله. طيب طب احنا ليه عايشين وسطيها ومؤمنين كده؟ مع اني بقول لك ان الاكس ري ده حاجه وحشه والجاما ري ومش عارفه ايه وما تخشش ابدا تاخد اشعاع. السبيكترم بتاعك والويف لينس بتاعك. دلوقتي حضرتك عندك جزء من راديو الكترومغنتيك راديشن مش مضره خالص. مش مضره خالص ليه؟ لانها ما تعرفش تعمل لك ديكريشن، مش هتعرف تخترق ولا تعمل ديكومبوزيشن جواك ولا تعمل اي حاجه. ليه ما تعرفش تعمل كده؟ قال لك اصل الويف لينس بتاعها كبير قوي وهي ويك ما عندهاش قوه انها تعمل لك ديكريشن، فبالتالي مش هتعمل لك اي ايه؟ اي ضرر. منهم بقى الريديو ويف والوايرلس ومش عارف ايه، ومنهم كمان اللايت والمايكرو ويف. كل الحاجات اللي بنستخدمها بنسميها ايه؟ الكترو ماجنتيك راديشن. يفضل ماشي ماشي في امان الله لغايه ما يوصل على النكد بقى. مين النكد دول؟ الاكس راي والجاما راي والكوزميك راي. دول ايه مشاكلهم في الدنيا؟ مشاكلهم ان هم عندهم شورت ويف لينس، فبالتالي عندهم باور كونديشن عالي جدا يخش جوه ساعتك ويكسر فيك. يكسر فيك دي يعني يعمل ايه؟ ايونيزيشن. يبقى انا السبيكتر بتاعي اتقسم لجزء ايه؟ جزء هنسميه نون ايونيزنج راديشن، وجزء ثاني هسميه ايه؟ ايونيزنج راديشن. مين اللي بيعمل ايونيزيشن؟ هم الاثنين دلوقتي عندك اللي هم الاكس راي والجاما راي. الجاما راي مش محتاج تعرف عنها حاجه، دي قصه كبيره ثانيه خالص. الجاما راي دي بنستخدمها لو بتصنعوا للمسح الذري، تعرفش المسح الذري؟ عيان بيروح يعمل مسح ذري عشان يكتشفوا عنده اورام ولا لا. دي حاجه بندي العيان راديو اكتف ماتيريال، الماده دي بتشع بستقبلها بتشع ايه؟ بتشع جاما راي. فلما تشع جاما راي استقبلها انا بكاميرا واصورها. تمام كده؟ يبقى العيان هو ساعتها اللي بيبقى مصدر ايه؟ هو اللي بيبقى مصدر الاشعاع. والعيان ده ساعات بيزيد اسبوع اقول له ايه ما تتعرضش تخش تقعدش مع اطفال ما تقعدش مع حد عشان خاطر هو اوريدي بيعمل ايه؟ بيطلع جاما راي. تمام كده؟ طيب الاكس راي بقى دي بتهمني. يبقى الجاما راي دي جايه من راديو اكتف ماتيريال برضه ماشي؟ مش مهم انا اسالك برضه الجاما راي جايه من ايه؟ جايه من راديو اكتف ماتيريال. تمام؟ طيب الاكس راي دي بقى حضرتك اللي هتطلعها. هتعمل شويه حاجات كده، هتجيب تيوب وتقعد تعمل جواها حاجات عشان تطلع ايه؟ اكس راي. مهمه جدا في حياتنا ولولاها كنا زماننا متاخرين جدا. دي بتشوفك من جوه، مش لازم افتح مفتاح سيرجري عشان خاطر اعرف انت عندك كسر ولا لا. تخيل انت لما تكون شايف عضمك بتعمل ايه؟ لما الدكتور هيعمل ايه؟ مش عارف يعمل اي حاجه. واحنا بقى لما نكون شايفين كانت المشكله مش هيبقى عندك ايه موظف. طيب لو جيت لك دلوقتي قلت لك هتخش في مكان والمكان ده فيه ديفرنت تايب فريز وعايزك تحكي نفسك، فقلت لك اول حاجه هتتعرض لها هعرضك لالفا راي. لما قلت لك ان الفا راي دي بتتكون من ايه؟ عباره عن ايه؟ جايه من ايه؟ هيليوم من راديو اكتف ماتيريال. بس كانت ايه دي؟ اتوم. هيليوم دي هيليوم اتوم. طيب مش كلمه اتوم دي يعني كبيره شويه ثقيله، حركتها مش سريعه قوي، بطيئه شويه في الحركه. فحته شيت بيبر ممكن تعمل فيها ايه؟ وقف. لو جبت ورقه ورقه بيضاء كده ولا حاجه تحطها قدامها هتبقى ايه؟ وقف. تمام كده؟ مش هعرف تخترقها يعني. طيب لا طب خلاص رقم دي مالهاش لازمه. البيتا راي او البيتا بارتنز اللي هي ايه؟ هي برضه الناس جايه من الاكتف بس المره دي دول ايه؟ الكترونز. الكترونز بحجمهم ايه؟ اصغر، فيعدوا الورقه عشان هم اصغر فسرعتهم زي بالظبط الطوبه الصغيره والطوبه الكبيره. الطوبه الصغيره هتخش اسرع واقرب صح؟ نفس الكلام هنا هيخش بيبر يعديها، بس انت ساعتها ممكن توقفها حاجه ثانيه برضه بسيطه جدا. قلم اللي مشيت سيكنس معين من قلم اللي مشيت وقفها حته الالومنيوم اللي هي بتاعت الورق المضغ ده. تمام كده؟ طيب نيجي بقى على الناس الرخمين الوحشين اكس راي والجاما راي. تحمي نفسك منهم ازاي؟ لازم تبقى عارف دي ضمن تعاملاتك. لو جالك النهارده عيانه بريجننت حضرتك ما ينفعش تدخلها تعمل اكس راي من غير ما تلبسها ليد ابرن. ليد ابرن دي مليانه من الرصاص. ليه؟ عشان تحميه. بس هي مضطره تعمل اكس راي، بس احنا مش مضطرين برضه نعرض الفيبي ايه؟ الاشعه. تمام كده؟ دي حاجه. تاني حاجه حضرتك دلوقتي بتصور بالماشين كل يوم
كدكتور مش المفروض تعرف كل الاكس راي لمده كام سنه، فلازم تعمل شيرنج من المكان اللي انت بتصور فيه بايه؟ بليت. باي حاجه هقول لك النقله الاكس راي على طول يجي في دماغك كلمه ايه؟ ليد. ليد اللي هو الرصاص، تمام؟ اخر حاجه اللي هو نتيجه الانشطار النووي والمفاعل النووي النيوترون والبروتون اللي بيطلعوا دول، مين اللي ممكن يوقفهم؟ لو انتوا بتتفرجوا على افلام زي فيلم مثلا الرهينه او كده افلام اجنبي، هتلاقي المفاعل النووي بتعمل فين؟ بتعمل في ميه. ليه؟ عشان لو حصل اي ليكج يبقى مين اللي بيعمل لك كنترول او مين اللي بيحكم فيك شويه يمنع الدنيا تبوظ؟ الميه. بسيكنس معين للميه او كونكريت اللي هو الخرسانه ممكن تحميك من الليكج بتاع ايه؟ بتاع المفاعلات النوويه. طيب زي ما قلنا في بروبرتيز كانت للبارتيكليت راديشن، محتاج اقول لك جنرال بروبرتيز لكل الالكترومغنتيك راديشن وفيما بعد نخص بذكر مين؟ الاكس راي. انا كل ده بتكلم ان جنرال على كل مين؟ كل الالكترومغنتيك راديشن. هم عندهم خمس خصائص مهمين جدا، ان هم عباره عن بيور انرجي، هم ما فيهمش اي سيبات او حاجه، هم عباره عن انرجي، وان هم ما عندهمش ولا ماس ولا تشارج، بيمشوا على شكل ويف وليهم الكتريك ماجنتيك فيلد. صعبين؟ نخش بقى، كفايه بقى، كفايه كلام عن الناس مالناش دعوه بيها، احنا عايزين نتكلم عن اكس راي، اكس راي بتاعتنا احنا. طيب ليه انا النهارده جيت اقول لك هنعمل دايجنوزز بالاكس راي؟ طب ما تعمل بالجاما راي؟ طب ما تعمل باي نوع تاني؟ اشمعنى يعني اخترت الاكس راي؟ اشمعنى الاكس راي اللي قطع عليها الاختيار؟ لسبب لاربع اسباب. مبدئيا كده لو انت واقف وانا جبت اكس راي، جبت الفيلم بتاعي حطيته، يلا بينا نصور، صورنا، هوبا الاكس راي كلها قعدت راحت على الفيلم، ايه اللي حصل؟ الفيلم اتحرق، شكرا، ما عملتش اي حاجه. يعني انا حطيت اكس راي وعدت، حطيت الفيلم اهو كده والاكس راي عدى، عدى من سناني كلها وراح للفيلم. عملت حاجه؟ طلعت الفيلم لونه ايه؟ اسود. طب عديت في الاشعه اهي وما عدتش خالص. سناني وكل وش وقفها. هل الفيلم وصله حاجه؟ يبقى لونه ايه؟ ابيض. طب وبعدين؟ انا عايز اشوف شكله. ده انت عايز تشوف قبل كده فيلم؟ ده انت بتشوف شكل التوز. تمام كده؟ شوفها ازاي بقى؟ قال لك من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا في الاكس راي انها عندها حاجه اسمها سيلكتيف يعني هي بتعدي من حاجات وحاجات تانيه تقلل شويه من انها تعدي وحاجات تانيه ممكن تمنع خالص انها ايه؟ تعدي. دي حاجه حلوه. ليه بقى؟ عشان انا كنت قايله لك ان الليد مثلا يمنعها انها تعدي. ليه الليد يمنعها تعدي؟ قال لك اصل الليد ده هيفي ميتال، ده الاتوميك نمبر بتاعه عالي جدا جدا جدا. الاكس راي بتاعش عادي، تمام؟ فانت برضه لو عندك اي حاجه فيها معدن او فيها الدنسيتي بتاعتها عاليه تخلي الاكس راي ايه؟ ما تعديش او تعدي بنسبه اقل. من الحاجات اللي زي كده مثلا انت لو حاطط امالجم، مش الامالجم ده ميتال يخلي الاكس راي يعدي؟ لا. طب عندي جينجمنت سوفت تيشو، في اي حاجه تمنع الاكس راي هنا تعدي؟ لا. عشان كده مش عارف سوفت تيشو، سوفت تيشو في الايه؟ في الاكس راي. السوفت تيشو دي حاجه ضعيفه خلي الاكس راي كلها تعدي، تمام كده؟ طيب لما هو بقى عنده اصل بتاع ده تخين شويه، البتاع اللي انا معدي فيه ده تخين شويه وحاجه ثانيه رفيعه، فالاكس راي جت تعدي مش كتير ففقدت الانرجي بتاعتها فما عرفتش توصل للفيلم، لكن السيكنس الرفيع الاكس راي كلها ايه؟ عدت مثلا او نصها عدى، فانا كده عندي حاجه اسمها ايه؟ سيلكتيف بنتريشن باور. تعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاجه ليها علاقه بيا كانا اكس راي وحاجه ليها علاقه بالحاجه اللي انا هعدي فيها. الحاجه اللي ليها علاقه بيا كاكس راي ان انا الاكس راي بيم بتاعي مش كله ليه نفس الطاقه، مش كله ليه نفس الانرجي، ده ديفرنت يعني ديفرنت انرجيز، يعني ممكن واحد يبقى عالي جدا قوي جدا، في واحد يبقى الانرجي بتاعته اقل شويه، واحد اقل تاني كمان، تمام كده؟ دي حاجه ليها ريليتد لايه؟ للبيس اللي انت مشغلها. طب حاجه ليها ريليشن ليا انا بقى، ايه هي؟ ان انا السيكنس بتاعي تخين ولا رفيع؟ الدنسيتي بتاعتي؟ الاتوميك نمبر بتاعي ايه؟ تمام كده؟ دي ليها علاقه بالماتيريال اللي انت هتصورها. دي اول ميزه. تاني ميزه بقى، تاني ميزه ان احنا زي ما قلنا في القصه اللي قلناها اول السكشن ان روتجن ده لقى انها ليها افكت على ايه؟ على الافلام. الافلام اللي بنصور بيها الكاميرا هو طلع ليه افكت عليها. افلام الكاميرا دي عليها ماده كده هي عباره عن حته بلاستيك مغطيه بماده، الماده دي اسمها المالشر لير. المالشر لير دي فيها شويه بتتكون من حاجه معينه، دي لو مش خالص هناخدها بتفاصيل ممله، مش هتكلم عنها دلوقتي، عندنا شابتر كامل اسمه ايمج ريسبتور وهنتكلم عن الايمالشر ده بتتكون فيها ايه. الاكس راي لو جت على الايمالشن دي تعمل فيها شويه تشينج فيزيكال، تغير شويه حاجات فيها، لان الاكس راي عندها قدره انها تعمل ايه؟ ايونيزيشن.
وبالتالي هتخش على اي ماده تعمل فيها ايه؟ ايونيزيشن. في اللحظه دي انت غيرت في الايموشن وعملت فيها في حاجه، بس هل انت شفت صوره؟ لا. ما بتشوفش صوره، بنسمي الصوره ساعتها اسمها ليتنت ايمج. الايمج دي متاخره على الظهور، هتظهر امتى؟ لما حضرتك تعمل لها اسمها كيميكال بروسيسنج. تمام كده؟ تحميض. في اي مشكله؟ طب دي تاني حاجه مهمه في الاكس راي. ثالث حاجه لسه برضه قايلها في القصه اللي في الاول، ان الاكس راي دي بتروح على الفلورسنت ماتيريال بتخليها تطلع ايه؟ نور. لو انت بتمشي بالليل على طريق سريع هتلاقي لو انت ضربت الكشاف بتاع العربيه بتاعك في العلامات اللي على الطريق دي بتنور، صح كده؟ هم عاملينها قصدين عشان حضرتك لما تضرب نور فيها يطرد لك ايه؟ نور فتشوفها. لان انت الشارع مضلم. دي حاطين فيها فلورسنت ماتيريال، او بلاش الاقرب للبنات، بنجيبها للاطفال ونعلقها على الحيطه. طول النهار احنا منورين النور في البيت، نيجي بالليل نطفي النور هما يعملوا ايه؟ ينور السبحه اللي بتنور، عارفين الكلام ده انتوا؟ طيب كل الحاجات دي ايه اللي بيحصل؟ الفلورسنت ماتيريال دي عباره عن فلورسنت ماتيريال بتاخد الانرجي طول النهار، تكسب انرجي كده تاخده طول ما انت معرض للطاقه دي او انرجي تاخده وتحبسه جواها تخزنه. اول ما يروح مثلا سورس او ايه؟ او ايه بقى؟ نبطل الموضوع ده، تبتدي تعمل ايه بقى؟ تعمل ايميشن لايه؟ للانرجي تاني على شكل ايه؟ لايت. تمام؟ ده اللي بيحصل مع الاكس راي. دلوقتي الاكس راي انا بخليها تروح عند الفلورسنت ماتيريال بكميه قليله. الفلورسنت ماتيريال نتيجه الكميه القليله اللي هي خدتها دي بترد عليك بقى بلايت بس بكميه ايه؟ اكبر. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ ايه اللي انا هلعب هنا؟ انا عايز ايه الموضوع ده؟ انا بص حضرتك انت مش بتصور في اللي عندنا في الانفستي مش بتصور انترا اورا سيجنال بس. في عندك حاجه اسمها اكسترا اورا فيلز. دي بتصور فيها بسكالب. السكالب بتاعتك دي هيفي. سيتي مفتاح عالي. فيها مشكله ان انت ما ينفعش تعرضها لاكس راي قليله عشان تطلعها لازم تدي اكس راي عاليه جدا عشان يخترق كل البون ده ويوصل للفيلم ويطلع لك صوره. هو مين جوه السكالب؟ برين. ينفع اعرض الاشعه كتير؟ ده هبل ما ينفعش. مش هينفع عشان اخد الصوره النهارده موت العيان مش هينفع. فقال لك طب الحمد لله ربنا كرمنا ان الاكس راي دي عليها بيرسنت ايفكت. تعمل ايه بقى انت؟ قال لك هتدي العيان ده دوز صغيره تعدي توصل للفيلم. الدوز الصغيره دي قبل ما توصل للفيلم هعرضها الفلورسنت ماتيريال بنسميها ايه عندنا؟ اسمها انتنسفاينج سكرين. تمام؟ السكرين دي راح واخده الاكس راي تحولها لضوء بس بكميه ايه؟ اكبر وليها نفس ايه؟ فتطلع لك صوره حلوه بكميه اكس راي ايه؟ قليله. فيها اي مشكله؟ هناخده بالتفصيل برضه في الانرجي سيرفيس. بس برضه فكره عامه. اخر حاجه واوحش حاجه في الاكس راي هي زي ما كل حاجه ليها حاجه حلوه وحاجه وحشه. الاكس راي للاسف الشديد لما تخش في اي حاجه بتعمل لها ايونيزيشن من ضمن الحاجات اللي هي هتخش فيها انها تعدي على جسم البدر فتعمله للاسف الشديد ايونيزيشن. ايه اكتر كومبوننت موجود في جسم سعادتك؟ الووتر. 70% من جسمك ميه. تخش عليه الاكس راي تلاقيه في وشه متكسرات متكسرات اتش اتش بوزيتيف او او اتش نيجاتيف. طيب خلاص الاكس راي مشيت وراحت لحالها، ما نرجع نتجمع تاني بقى نكون ميه تاني؟ لا للاسف الشديد مش هيرجع يكون لك ميه تاني، هيكون لك H2O2 هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد دي ماده سامه بالنسبه لك لو قعدت في التيشو هتعمل لها دامج. فبالتالي انت لو خدت اكس راي كتيره كميه الميه اللي ممكن يحصل لها ايونيزيشن تبقى كبيره، ممكن تعرض نفسك لايه؟ مشاكل كبيره. تاني حاجه الاكس راي بتخش على الدي ان اي ذات نفسه وتفك وتعمله دامج. تمام كده؟ يبقى انا ما ينفعش عمال على بطال عرض على الاكس راي، فاحنا الاكس راي بتاعتك عندها ايه؟ بيولوجيكال دامجينج افكتس. الاربع بروز مهمين للاكس راي هما فنتريشن فلورسنت يا افكت على الايمج بليت يا افكت على الفلورسنت ماتيريال ويا افكت على الايمج بليت، ونا عندها سيلكتيف انتريشن باور ونا عندها بيولوجيكال دامج ايه افكتس. هي زي اخواتها هي من ضمن الالكترو سبيكترم، فاكيد عندها نفس الخصائص الخمسه اللي احنا قلناهم في الاول، انها ما عندهاش ماس وما عندهاش تشارج، تمشي بنفس سرعه الضوء، تمشي على شكل ويفز، بس فيها شويه مشاكل بقى للاسف الشديد دي اللي تخلينا دايما قاعدين بنلف حوالين روحنا عشان خاطر نسيطر على الاكس راي. الحاجه الوحيده اللي كانت بتمنع الاكس راي كان مين؟ الليد. طيب هل ينفع تعمل لها ريفراكشن موتور لو قاعده في ليكويد هتحصل لها ريفراكشن؟ لا. هل يعني تعمل لها ديفليكشن بماجنت او تجيب ماجنت وتعمل لها ديفليكشن؟ لا. هل يعني تنفع تعملها فوكسنج بليتس؟ هل يعني ينفع تعملها ديتكشن بمينر؟ اللايت من ضمن الالكترو سبيكترم ويفز، بس ينفع تعملي كل اللي انا قلته، صح كده؟
الاكس راي ما ينفعش. في اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. احنا خلصنا قوي القصه اللي انتوا ما خدتوهاش محاضره. هنقول سريعا جدا ما جزء اللي هي مين دي؟ مين دي يا ولاد؟ دي الاكس راي ماشين. هتعيشوا معاها الفيلم ده كله ان شاء الله كام سيكشن كده هتطلعوا تصوروا. هستنى يبقى معاكم افلام بريفي كده عشان تعرفوا ازاي تصوروا. دي الاكس راي ماشين بتتكون من ايه؟ three parts, three main parts. ايه هما؟ control panel. تاني واحدة just the arms. تمام؟ بتاع just the arms ده الارم اللي حضرتك بتقعد تحركه عشان تجيبه قدام العيان. واخر حاجة القنبلة الأخيرة دي اللي هي مهمة جدا في المحادثة عندك اللي هي مين؟ اكس راي تيوب هيد. بحب قوي الجمل المكملة. ما بحبش نص الكلام. لما تبقى في امتحان بتاع اكس راي اعرف ان الحرف عليه درجة. احنا دي مشكلة نفسية. انا لما بقول لك مثلا اسم الكومبوننت ده ايه او الحاجة دي اسمها ايه لو كتبت لي دي اكس راي تيوب شكرا غلط. شوف انت ناقصك كلمة هيد غلط. دي اكس راي تيوب ايه؟ هيد. ليه؟ اصل جوه منها مين بقى؟ الاكس راي تيوب اللي بره ده في كمان معاه ايه؟ في اكسسوارز هنا. في منها نوعين اللي هي بقول مونتد يعني لازقة في حيطة او دي موفبل ان انا اقدر احركها من ايه؟ من مكان لمكان. على حسب انت رايح تعمل تختار. الاكس راي تيوب هيد عندك بتتكون من تيوب اللي جوه وشويه اكسسوارز هنقول عليهم ايه هما. بعد كده عندك حاجه اسمها ادجستنج ارم اللي هما دي الارم دي اللي بتتحرك عشان تشوفها على وش العيان. في كنترول بانل بالزراير اللي انت هتحكم فيها كميه الراديشن انت محتاجها. واخر حاجه التايمر اللي انت بتخرج بره الباب تسيب العيان في مكان وتخرج بره عشان تدوس على حاجه بتعمل لك ايه؟ اكسبوجر بنسميها ايه؟ التايمر. ايه دي بقى؟ دي الاكس راي ايه؟ اكس راي تيوب. نقف معاها شويه عباره عن ايه؟ ده ايه ده؟ لا تكون خط محاضره ماشي؟ ركز بقى. الاكس راي تيوب بتاعتك دي هيطلع منها اكس راي تتكون من ايه؟ من بره كده بلس بقى عباره عن ازاز صح كده؟ فاكيوم تيوب. هل هي فيها هواء من جوه؟ لا دي جلاس وهي فاكيوم تيوب. نوع الجلاس ده ايه؟ حاجات كل الاسامي مطالب بيها. كل الماتيريالز بتاع الحاجات انت مطالب بيها، مطالب بيها جدا، مطالب تعرف اشمعنى الماتيريال اللي احنا استخدمناها. ايه الازاز ده اسمه ايه؟ بروسي كات بلس. ده عنده قدره ان هو يتحمل ايه؟ ليه؟ ليه؟ ده احنا هيحصل عندنا كميه هيت برودكشن مش طبيعيه دلوقتي، تمام؟ فانت لو جبت اي ازاز عادي ايه؟ هيفرقع. طيب كل الازاز ده دلوقتي انا بقول لك ان الاكس راي هيحصل القصه بتاعته هنا وهيخرج كده. انت عايز يخرج كده؟ لا مش عايزين يخرج في اي اتجاه، انا عايز يخرج من مكان واحد. المكان واحد ده بخطط فيه نوع ازاز اسمه بريدو، تمام؟ دي مش قصتي. بقيت الازاز اعمل ايه عشان خاطر ما يروحش منه يطلعش منه الاكس راي؟ هعمل له ايه؟ هغطيه بطبعه ايه؟ بنسميه ليدد جلاس. فانا كده عندي هو اول حاجه اللي هو بروس الكيت جلاس ده بيتحمل الحراره، بحط عليه كمان طبقه لير من الليد عشان ايه؟ يمنع ان يحصل ليكج الايه؟ الاكس راي. حاجه مكان واحد بس ما فيهوش الليد ده اللي هو هيخرج من الاكس راي ومنه للبيشنت ده بنسميه ايه؟ بيبقى الازاز اسمه هنا الجزء البريليوم. طيب انا قلت لك بتشوف دي ايه؟ فاكيوم تيوب صح؟ فاكيوم تيوب ليه؟ ده سؤال ليه فاكيوم تيوب؟ حد يشرح عشان انا لما اطلع الكترونز اللي هي سميناها كبسول جاي المفروض ان هي بعد كده هتبدا تروح تخبط في الانود. انا هقول القصه دلوقتي بس انتوا انا معتمده ان انتوا تكون عندكم فكره عنها. لما الالكترونز تمشي في الفاكيوم تيوب احلى ولا تمشي تخبط في حد؟ لا فاكيوم. تمشي في فاكيوم. لو انت ماشي بتجري النهارده في الطرقه ولقيت الطرقه زحمه هتخبط في كام واحد؟ هتقلل سرعتك ولا لا؟ لان سرعتك يبقى انا محتاج ان التيوب تبقى باكيوم عشان ما يحصلش ايه؟ تبقى الالكترونز توصل عند الانود بالماكسيمم انرجي بتاعتي. دي اول سبب. تاني سبب دلوقتي لو انت تفتكروا اللمبه الصفراء فاكرينها؟ اللمبه الصفراء اللي كنا بنعلقها دي دلوقتي بقى كله ليد خلاص. زمان كان في لمبه صفراء كده تمام؟ لو حضرتك كسرتها وحطيتها في الكهرباء ايه اللي هيحصل لها؟ لو انت ما فتحتش فيها فتحه او كسرتها، الازاز بتاعها اللي بره ده اتكسر، هي المفروض انها باكيوم. انت كسرتها بقى بتلعب وحطيتها في الكهرباء في المركبه يحصل ايه؟ الفيلمنت اللي جوه يحصل له ايه؟ يتحرق. يتحرق ليه؟ قال لك اصل الفيلم ده عشان ينور لك المفروض ان هو بيسخن. فانت لما تسخنه وتعرض الاكسجين الموجود في الهواء يحصل له ايه؟ بيرن اوت. اوكسيديشن بيرن اوت. كده؟ عشان خاطر كده انا برضو عندي هنا فيلم زيه زي اللمبه. لو انت حطيت اكسجين دخلت اكسجين ليه هيحصل له
لازم يحصل له ايه؟ بيرن اوت. نيجي للحته الحلوه قوي بقى. انا كده اتكلمنا عن الكفر الخارجي اللي هو قلنا برونز كيد بلس ومش عارف ايه وايه وايه وحطينا لت والقصه دي كلها. عندي تيوب دي المفروض انها باكيوم، وانا باكيوم ليه؟ فيها جزء من السالب وجزء من الموجب. السالب اسمه ايه؟ كاثود، والموجب انود. الكاثود بيتكون من ايه؟ ده سؤال الامتحان. بصوا يا جماعه الشرط ده كله اسئله تمام؟ الكاثود بيتكون من ايه؟ هقول انا اصلا الكاثود ده بيتكون من حاجتين. اول حاجه المين بارت بتاعك اللي هو الفيلمنت بتاعك من تنجست الماتيريال. بيتكون من ايه؟ من تنجستا. السؤال اللي بيجي بعد طول على طول لازم هو السؤال ده اشمعنى تنجستا؟ هقول لكم اشمعنى ليه؟ على بص في سؤال بيجر سؤال على طول. طيب تنجست الفيلمنت ده متثبت على حاجه، حاجه اسمها ايه؟ بوكس كاب او مولبدنم كاب. تمام كده؟ الاسامي مطلوبه وارجوك يبقى يعني لو تقدر تحفظ السبيلنج لو سمحت احفظه معايا. مولبدنم كاب او بوكس كاب هو مصنوع من ماده اسمها ايه؟ مولبدنم. طيب ليه تنجست؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا. دلوقتي انا عندي فيلمنت اتقالت في المحاضره طبعا بس هحاول افكركم. انا دلوقتي بقول لك ان الفيلم ده هو مصدر ايه؟ الالكترونز. مش انت دلوقتي عشان تخانق عشان تطلع منه الكترونز عشان في الاخر الالكترونز دي اللي هي بنسميها كاثود ري تروح تخبط في الانود تطلع اكس راي. طيب لو الماده اللي انا مستخدمها ما عندهاش الكترون ينفع؟ يبقى انا محتاج ماده عندها هاي اتومك ايه؟ نمبر. الماده دي عندها هاي اتومك نمبر. تمام كده؟ اول سبب هو عندها هاي اتومك نمبر فبالتالي كميه الالكترونز تطلع تبقى ايه؟ كتيره ودي حاجه انا محتاجها. تاني حاجة دلوقتي انت هتسخن الفيلم ده، هل محتاج لما يسخن يسيح؟ يبقى لازم عنده هاي ملتنج ايه؟ يبقى عنده هاي ملتنج بوينت. تمام؟ ما ينفعش يسيح اول ما سخنت. تالت سبب والاخير ان المفروض في بعض المواد لما بسخنها ممكن يحصل لها ايه؟ تبخر. لو بخار ان يحصل ايه؟ هتبوظ لك الفاكيوم اللي انت عارفه. ما ينفعش. يبقى انا عايز ماده يكون عندها لو فيبر بريشر لما تسخن ما تحاولش تفرعها. تمام كده؟ المهم السؤال ده يا جماعه. طيب كده احنا اتكلمنا على مين؟ كاسو. اتكلم على مين بقى دلوقتي؟ صح؟ طيب اتكلم بقى عن الانود. الانود بيتكون من ايه؟ حاجتين برضه. ايه هما؟ يلا يا ولاد ركزوا معايا. احنا قلنا الكاثود بيتكون من حاجتين. في قلت لك التنجست اللي بس ما قلتلكش الكاب اللي هو متثبت عليه ده ليه؟ صح كده؟ الكاب ده كان اسمه ايه؟ فوكسينج كاب او ليبدنم كاب. ليه استخدمت الكاب ده؟ او ليه اصلا ثبته على كاب؟ قال لك حضرتك انت هتطلع شويه الكترون ما ينفعش تسيبهم عيون في الهواء كده. ده انا عايز اجمعهم مع بعض عشان خاطر اول ما جاوا لي اكس راي يلا هنعمل اكس راي يبقوا ايه؟ في الاستديو يعني يلا بينا هنطلع كلنا نجري مره واحده مع بعض. تمام؟ الكاب دي بوكس الكاب دي شكله كونكيف فبالتالي بيجمع لك ايه؟ زي الطبق كده ايه؟ الكترونز. اول حاجه. ثاني حاجه هو ليه نيجاتيف تشارج فبالتالي ما بيعملش اتراكشن مع الالكترونز يعملها ريبالشن فبالتالي لما يعملها ريبالشن دي حاجه تساعد الالكترون ايه؟ تمشي. تمام؟ طيب ده ليه؟ نخش على الانود. قلنا الانود برضه بيتكون من جزئين، جزء في النص ده اللي هو الفوكس بوت بتاعك او ده التارجت بتاعك وجزء تاني هو مدفون فيه. ايه هو التارجت بتاعك مكون من ايه بقى؟ دلوقتي لما الالكترونز هتيجي جري تخبط في التارجت مش انت عايز برضه ماده تكون عندها الكترونز كتيره عشان لما تخبط في الالكترون اللي جاي من بعيد يطلعوا انرجي كتيره والانرجي اللي هي الاكس ان شاء الله بقى انا محتاج ماده برضه يبقى عندها ايه؟ هاي اتوميك ايه؟ بس هقول لكم ليه سبب دلوقتي هاي اتوميك نمبر دي اول حاجه. ثاني حاجه عشان عايز ماده برضه يبقى الميتنج بوينت بتاعها عالي ويبقى عندها لو فيبر بريشر. طب وانا اروح بعيد ليه؟ ما انا اجيب التنجستن تاني فانا اجيبه تاني احطه برضه في ايه؟ في الانود. بقى الانود والكاسول عندك مكونين من ايه؟ تنجستن. نتيجه الخبط اللي هيحصل نتيجه ان انا لما لقيته تخبط في التارجت هيتولد ايه؟ هيت. الهيت دي انا محتاج اوزعها. الكفر نوع النحاس نص جاي الحراره ولا لا؟ اجيب احط فيه مين؟ الكارت. فلما يحصل انرجي عاليه تحصل او هيت يحصل جامد مين اللي يوزعه؟ الكارت. تمام كده؟ يبقى ده من ضمن الحاجات اللي هتوزع لك ايه؟ هيت. تعمل لك هيت سبيشن هنقولهم بعد شويه. طيب هو انا ليه رايح استخدمت التنجستن
سايباهم على فكره. عنده هاي اتوميك نمبر، عنده هاي ووتنج ميلتنج بوينت، عنده لو فيبر بريشر. بس نركز في جمله صغيره هنا عشان ده يجي سؤال كتير ليزون. دلوقتي انت استخدمت الفلوجيستن ك تارجت ك كسوق كانود ليه؟ هما في سببين احنا مشتركين فيهم توتالي، اللي هما اللو فيبر بريشر والميلتنج بوينت. تيجي على السبب اللي في النص بتاع الهاي اتوميك نمبر. لما كنت في الكاثود كنت عايزاه هاي اتوميك نمبر عشان يديني الكترونز ايه كتيره. طب لما بقى في الانود عايزاه لي هاي اتوميك نمبر. ارجعوا معايا بالذاكره ورا كده، قلت لك عشان تخرج الكترون من مكانه لازم تدي له انرجي عاليه. يا قلت صح. دلوقتي عشان انا اخد منه انرجي عاليه لازم الراجل ده يبقى عنده بايننج فورس عاليه، وعشان يبقى عنده بايننج فورس عاليه لازم يبقى عنده هاي اتوميك نمبر. تمام كده؟ مش مشكلة. يبقى هنا ليه هو عنده ليه عايزه هاي اتوميك نمبر؟ عشان يبقى عنده هاي بايننج فورس. تمام كده؟ في حاجة تانية حصلت
مش اي حاجه تاني حصلت. لما انت بقى تجيب او تقرر ان انت تصور عيان فتجيب العيان ده اعراضه بتظبط عليه تكون بالاكس راي بتاعتك تمام، تخرج بره عشان تدوس على ايه؟ على التايمر. لما تدوس على التايمر ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان انا عايز الالكترودز دي تجري من عند الكاثود تروح لفين؟ مين اللي هيجريها؟ ايه اللي هيجريها؟ تعمل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنت، لازم تعمل اسمها فرق جهد. فرق جهد ده يحصل ازاي؟ المفروض ان انا عندي الكهرباء هنا قليله قوي، فانا محتاج اعلي الكهرباء عند الانود قوي 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 عشان يحصل ايه؟ فرق جهد. اعلي الكهرباء ازاي؟ اجيب بقى الكهرباء اللي في الحيطه احطها في الانود؟ لا، ده انا عايز اعلى من كده 22 مين، ده انا عايز 70,000 كيلو فولت ازوده. متخيلين الفرق قد ايه؟ متخيلين صوره الالكترون بتبقى عامله ازاي؟ هو ده اللي بيحصل. بحط بقى عند الانود حاجه اسمها ستيب اب ترانسفورمر، يعني لك الكهرباء اللي داخلاله لما انت بتدوس على التايمر مين اللي بيشتغل؟ ستيب اب ترانسفورمر، وصل لك الكهرباء للانود، يحصل فرق فوق، الالكترون تجري من هنا تروح فين؟ تخبط في مين؟ تخبط في التارجت وينزل لك ايه؟ الاكس راي. فيها اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. مهمة جدا. فهو انا ليه جرعت الانود؟ ليه الانود ما عملتوش كده؟ دي ما دي عملت ليه؟ ليه المنظر ده؟ لازم تسال، ما ينفعش انا اقول لي انت عامل كده ليه؟ هو انت ليه عملت كده؟ ما المنطق كده هنخلي الالكترون دي تخبط على طول في البتاع، انت ليه ما قريت الالكترون ليه؟ انتوا شايفين الميلة دي بتاخد منها؟ طيب اللي بيحصل ايه يا شباب؟ دلوقتي لو انت واقف في الشارع وفي ثلاث كشافات في الشارع تمام؟ وانت واقف في النص، الكشاف جاي كده، كشاف كده، كشاف كده، هيبقى ليك كام خيال على الارض؟ ثلاثة، صح كده؟ ده ينفع؟ انت عارف تشوف نفسك ولا انت بقيت هيزي على الارض؟ نفس الكلام. دلوقتي لو انا عندي الاكس راي بتطلع من كذا نقطة، انا عندي اهو الانود اهو بتاعي والاكس روز جاي كده فخبطت الانود طلعت اكس راي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فطلع لك حزمة كبيرة قوي من الفوتونز كتيرة قوي. هتروح على الطوس بتاعتك او الحاجه اللي انت بتصورها وتطلع لك ليها كام صوره؟ كتير قوي بقى، في الاخر تلاقي البوردج بتاعك هيزي، الدنيا شارجز في ضياع، مفيش خالص شارجز. ده ما ينفعش، انت كده مش عامل دايجنوز، انت في محتاج ساعات شارجز ان انت تشوف حاجه ان شاء الله بعد كده تعرفها اسمها لاميا ديورا، عارفينها؟ ده خط ابيض كده، فلو في هيزي انت اصلا مش هتشوف، تمام؟ فما ينفعش معايا الكلام ده، فانا قصه ان انا اجيب الكترون تخبط في الانود وهو واقف كده مبدئيا من حياتي. عشان توصل لاحلى صوره ان انت المفروض تعرض نفسك لكشاف ايه؟ كشاف واحد، يعني المفروض يطلع لك اكس راي فوق الايه؟ او يعني يطلع لك الاكس راي من مكان واحد. ده ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ الابلكيشن بتاعته ما ينفعش. انت لما الالكترون بتخبط في الانود او التارجت بتولد معاها ايه؟ هيت عاليه جدا. لو انت الانود بتاعك او التارجت بتاعك عباره عن نقطه واحده مستحيل مش هتستحمل كميه الهيت دي، فلازم اوزع الهيت دي على ايه؟ على اريا اكبر. طب احنا كده في مقصد، ولا انا عارف اكبر الاريا ولا انا عارف اصغر الاريا، اعمل ايه؟ اخد الحل الوسط، اخلي الالكترون لما تشوف الانود تشوفه كانه ايه؟ كانه نقطه، ازاي الحركه دي اعملها؟ هميل له الانود كده، فالالكترون جاي كده، هي شايفه ده؟ لا، شايفه ده؟ لا، هي شايفه ده بس، فلما تيجي تخبط في مين؟ في الجزء اللي في النص بس، يطلع لك الاكس راي بيم او يطلع لك من اريا صغيره جدا. كل ما بتصغر قوي يعني الميله دي ليها رقم تعرفوه، فالمهم ما ينفعش مايل قوي، ما ينفعش تزود قوي، هو الرقم الايدل اللي لقوه اللي هو كان 17 ديجري او انجل بتاعتك، فدي احلى حاجه عشان ولا يتحرق ولا يطلع لك الشارم بتاعتك تبقى وحشه. فلما يفضل كده يطلع لك الاكس راي من نقطه ايه؟ صغيره. طب ومش هيتحرق ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ انت الالكترون ما شافش غير الجزء ده، بس انت عندك مازال في ايه؟ في اريا ثانيه كبيره بتوزع عليها ايه؟ بتوزع عليها الحراره. ده بنسميه يا شباب عامه الاريا اللي بيكبر فيها الالكترون بنسميها فوكال سبوت، اللي الالكترون شايفها بنسميها ابيرنت فوكال سبوت، اللي مش شايفها ده الاكتوال بتاعك انت، الطبيعي بتاعك ان هو مربع كبير. في حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب يبقى انت كده خدت ماكسيموم شارتس وقللت ان ما يحصلش ايه بيرن اوت ايه الانود بتاعك. دلوقتي الاكس راي بتاعتك لما طلعت عدت على البريليم، البريليم ده اللي هو كان ايه؟ فتحه مش فتحه. انت عندك الازاز بتاعك ما فيهوش فتحات، احنا فاكيوم تيوب. عندك ازاز لا الا ليدد جلاس لا في حته منهم ايه؟ ان ليدد، بنسميها ايه؟ ويندو. دي اللي بيعدي عليها ايه؟ لا مهم
جدا والله الحاجات دي مهمه. مفيش فتحه في الازازه عشان بس اوريك ازاي هعدي كده من الازازه على طول. تمام، هيعدي عليه هيلاقي مين في وش بعد منه؟ هيلاقي الاويل. بعد كده هيلاقي ايه؟ التيوب هيت سي الحته المفتوحه في الايه؟ في الميتا هاوسنج. وبعد كده يخرج عشان يطلع للدنيا. طول ما هو ماشي في الثلاث حاجات ده عمال ايه؟ يفقد انرجي، يعني بيتفلتر. دلوقتي عمال ايه؟ يتفلتر. الحبه دول اللي هو مشيهم المسافه دي عملت فلتريشن كان سعادتك حاطط له فلتر الومنيوم السيكونس بتاعه من النص الواحد. كانت تاريخنا رياضيه بحته بس يعني ركزوا سنه معايا. فهمتوا؟ يعني الحبه دول الثلاثه دول اللي عملوا حاجه اسمها انهانت فلتريشن. ليه سميتها انهانت فلتريشن؟ عشان دي اوريدي موجوده في ماشين، انا ما حطيتش حاجه، انا لمست الماشين دلوقتي تلاقي خلقت ربنا عشان انا حاطط اويل وفيه ازاز ومش عارف ايه، حصل له فلتريشن مش بيدي يعني. تمام؟ بس قال لك ان الفلتريشن اللي حصلت دي تعادل كان سعادتك كبش الومنيوم شيت سيكل بتاعه من نص الواحد. تمام كده؟ طيب مش عجباني الفلتريشن دي، مش حلوه كبير، مش عاجبني برضه، عايزه افلتره اكتر، اعمل ايه؟ اجيب له بقى الومنيوم ايه؟ فلتر. احط له انا بقى فلتر بسميها بقى ايه؟ ادت فلتريشن. طيب اقول جمله وحاولوا تقراها في البيت، لو ما فهمتوش تعالوا نراجعها تاني. انا قلت لك ان اللي هو الانترنت ده يعادل قد ايه؟ من نص الواحد. لو انت شغال بماشين بتوصلها كهرباء 70 كيلو فولت، انت محتاج تفلتر البين ده بسكنس واحد ونص. طيب انت اوريدي عندك منهم كام؟ ده نص لواحد، يبقى انت محتاج تحط لا كامله كام؟ نص ونص. شاطره. بس مش كده؟ دلوقتي انا عندي الانترنت فلتريشن بتاعتك اللي خلقت ربنا من نص لواحد. انا عايز لو انا بستخدم 70 كيلو فولت الماكسيمم كله على بعضه يبقى من واحد ونص، يبقى واحد ونص. تمام؟ فانت المفروض تجيب الومنيوم فلتر السيكنس بتاعه كام؟ تمام كده؟ هقول تاني يمكن المثال اللي بعده يفهمك اكتر. لو انا عندي هستخدم الماشين دلوقتي 90 كيلو فولت، قلت لك ان لازم مع 90 تستخدم 2 ونص. انت اوريدي عندك كام؟ يبقى انت المفروض تحط لك كامله كام؟ 2. فهمت؟ وصلت؟ وصلت كده؟ مفيش مشكلة؟ ونقراها في الكتاب ما نتخبطش. تمام؟ طيب شكله إيه؟ بيبقى ديسك كده مصمم ما فيهوش أي فتحات، معمول من الألومنيوم، ودي الديفرنس سيكونس اللي إحنا سايلين فيهم دلوقتي، بتحطه قبل ما الإكس راي يعني أول ما الإكس راي تدخل يبقى هو إيه في وشها على طول. تمام؟ يعمل لنا شوية فيش. عشان أقوي البيم. الكواليتي بتاعت البيم تزيد. يعني في حاجات البيم اللي الانرجي بتاعته قليله هيخش عند ساعات في جسمك، كل اللي هيعمله هو هيقعد يعمل لك ايونيزيشن ومش هيديك اي ستورج، هيستفيد بيه. فانا مش عايزه، انا عايزه تنطلق من بره. طيب لو انت جبت كشاف دلوقتي وقربت من الحيطه، احنا قاعدين في المرعى ما نقطع تلعب وقربت الكشاف كده، هتلعب الكشاف شكله ايه؟ دايره. شكل دايره الكشاف بالظبط ولا لا؟ ابعد شويه بقى هيحصل ايه؟ دايره. الاكس ري بي بتاعنا ليه نفس البروبرتي بتاعت اللايف الحته دي، ان هو بيحصل له ايه؟ دايفيرجنس. لو انت سبته يخرج من الماشين وما حجمتوش هيوصل لك يبقى قد البتاع كده، يبقى انت بتصور توز تلاقي نفسك واخد السكال كلها. ينفع؟ يعني دلوقتي بقول لك قال الاكس ري انت ولا براشز خالص؟ انا عايز الاكس ري تطلع هنا بس. عشان تطلع هنا بس دي يبقى حضرتك محتاج تعمل ريستريكشن للبيم بتاعك قبل ما يخرج، ان هو خرج قبل ما يوصل للعيان اعمل له ريستريكشن بحيث ان انا اعمل له ريسايز هيوصل للعيان على قد الحاجه اللي انا عايز اصورها بس. مين اللي كان بيمنع الاكس راي؟ اسمعها ليد. هجيب حاجه ليد مخرومه من النص تطلع لك الاكس راي بيم على قد السايز اللي انا ايه؟ عايزه. الحاجه دي بنسميها ايه؟ كوليميتر. معمول من ماده ايه؟ ماده الليد. شايفين كان خارج قد ايه؟ شايفين الصوره؟ لما حطيت له اولا ده الفلتر يا جماعه، دي الاكس راي ماشين التيوب بتاعتك اهي. خرج اول حاجه هيشوفها فلتر، اتفلتر خلاص. بعد كده كان قد ايه؟ لما عدى على الكيلومتر بقى قد ايه؟ يا دوبك على قد الفيلم البريبيكال بتاعه. تمام كده؟ في اي مشكله؟ هيتعمل ازاي ان انا استخدم حاجه اسمها الكيلومتر معموله من النت وفيها فرن. بص كده عشان تعدي لك الاكس راي بي. هو ده منظري. لو جالك في الامتحان هيقول لك اسم الشيء ده ايه؟ معمول من ماده ايه؟ تستخدمه ليه؟ هيبدا دي اسئله السبوتنج بتاعتنا يا جماعه، اي صوره عندك في الكتاب انت مطالب تعرفها، ويا ريت كمان الصور اللي احنا بنقولها هنا. دي اشكال بقى مختلفه في حاجات بنستخدمها، ممكن يبقى سيركلر، ممكن يبقى ريكتانجلر، ممكن في حاجه اسمها سبليت بيستخدموها في ماشين كده اسمها بانورام ان شاء الله هنقولها بعدين. شو يعني؟
فكرة الفلتر الكيلومتر دوت دول بنسميه كلهم كده الاكسسوار. مش عارف قلت لك الاكس ري تيوب هيد فيها الاكس ري تيوب شويه اكسسوارز هما دول الفلتر الكيلومتر ودوت. ايه هو دوت؟ دلوقتي الاكس ري طلعت لك خلاص خلاص عدينا الحمد لله مشينا على الفلتر ومشينا على الكيلومتر. هو الاكس ري انا بشوفها بحسها بشمها هتوجهها ازاي؟ انت ساعتك دلوقتي انت عايز اعرف دلوقتي انا عايز اقول ان انا الاكس ري دلوقتي ماشيه كده يعني ازاي اعملها دي؟ احط لها حاجه تانديكيت البوزيشن بتاعها تمام؟ طيب وعشان السبب ده الحاجه دي احنا بنسميها بوزيشن انديكيتنج ديفايس او بيم انديكيتنج ديفايس. مين ده؟ اللي هو زمان زمان خالص كنا بنسميه الكون ما بنسموهوش كون دلوقتي لان الماشين بتاعتها اللي هو شكلها كده. زمان الماشين كان شكلها شبه الكون بتاع الايس كريم والاكس ري كانت بتطلع من بوينت واحده بس كانت بتبقى سكابلت قد كده بقى ولا كان في بقى الكيلومتر اللي بيحكمنا ولا جوله. ده القديم خالص. الجديد بتاعنا دلوقتي مش كده. انا شغال بحاجه اسمها بي اي دي او بي اي بي اي دي اللي هي من بي فور بيت او بي فور بوك تمام. في اشكال مختلفه تانجلر سيركلر وهي اطوال مختلفه الترا شورت شورت او لونج. وتعالى بعد كده ان شاء الله الشرطه بتاع التكنيك ايه لازم الاطوال المختلفه دي مش قصتها دلوقتي. الحاجه اللي بنستخدمها في الاخر هي ايه؟ تظبط كل حاجه محتاج تظبط الاكسبوجر بارامتر بتاعتك تشوف التايم انهي اللي هتصورها القصص دي كلها لما نطلع فوق هوريكم كل الزرار بتاع ايه؟ اسمها ايه؟ كنترول بانل. اي جهاز بيضم ليه كنترول بانل. واخر حاجه التايمر بتاعك اللي انت المفروض بتخرج بره الاوضه تدوس عليه عشان تعمل اكسبوجر. طب عايز تمام كده؟ خلاص انا عارفه انك زهقته بس خلاص اخر نقطه صغيره هنتكلم عن الاكس راي برودكشن وبنمشي ونطلع نبص على الماشين وتفتكروا لما احنا قلنا ان اللي احنا شغلنا الفيلمنت ده معناه في البوكس الكاب بعد كده شغلنا الترانس اب الترانسفورمر فالالكترون جت من هنا خبطت في مين؟ في التارجت بتاعك. فلما خبط طلعت لك ايه؟ اكس راي عدى على فلتر في المتر وطلع في الكون ووصل لمين؟ للعيان. طيب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما الالكترونز اللي جايه من عند الكاثود جريت راحت خبطت في التارجت بتاعك وفي الانود ده؟ ايه اللي حصل خلى الاكس راي تطلع؟ دي بنسميها اكس راي ريدكشن. هنركز مع بعض عشان هي مهمه وبتزقل فيها. ايه احتمالات حضرتك؟ احتمالاتك ان الالكترونز اللي جايه من عند الكاثود دي تخبط يا راح عن تنجستن. التنجستن ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتومز. الاتوم فيها ايه؟ لا الكترون لا نيوكليس. والالكترون اللي هتبقى قريبه من نيوكليس اللي هتبقى ايه؟ اللي هتبقى بعيد. يبقى الالكترون اللي جايه دي ليها ثلاث احتمالات. لا تخبط في نيوكليس لا تخبط في الانر موست الكترونز لا تخبط في مين؟ في الاوتر موست. تمام كده؟ في حاجه ثانيه ممكن تحصل؟ لا. طيب الالكترون الاولاني الالكترون يعني شايف نفسه شويه وقال لك انا هخش اخبط في نيوكليس مجنون مش كده؟ ما ينفعش. انت الكترون تخبط في نيوكليس هتروح عند نيوكليس. نيوكليس تعمل فيك ايه؟ توقفك تعمل لك بريكنج توقف كل سرعتك كل الانرجي اللي انت جاي بيها فجاه تروح مره واحده. تروح فين؟ الطاقه تفنى او تستخلص من العدم هتطلع على شكل ايه؟ اكس راي. تطلع على شكل اكس راي. في اللحظه دي انت النيوكليس دي حاجه كبيره قوي فوقفته تماما. طب في الكترون تاني يا دوبك كل اللي عمله قال هبص بس فعدى من جنب النيوكليس. النيوكليس سيبه حلو؟ لا تعمله ديسيليريشن وبرضه تقلل من ايه؟ من الانرجي بتاعته. الانرجي الاثنين اللي خرجوا دول الطاقه اللي هو فقدها دول الاثنين بنسميهم اسم الراديشن دي بنسميها ايه؟ بريكنج راديشن. اسمها بريكنج راديشن. ده الاسم سهل ولطيف بتاعها. اسم تاني سخيف جدا جدا انا ما بحبوش برضه اسمه بريمش تراولينج راديشن. بريمش تراولينج يعني ليها هي بالالماني يعني كلمه فهي كلمه سخيفه مش مطالب ان انت ولا تكتبها ولا تعرفها كفايه تقول لي ايه؟ بريكنج جراديشن. طيب ده اللي هو الرخم اللي خبط في مين؟ في النيوكليس. طب واحد تاني يخش لا انا على قد حالي هم بخاني اتخانق مع اللي زيي اتخانق مع الالكترون الانر موست تشين تمام كده؟ اللي هو مين؟ اللي في الكي الكي شيل ده تمام؟ دخل خبط الالكترون طيار بره هما الاثنين طار هما الاثنين طار. بقى المكان دلوقتي ايه؟ بقى المكان فاضي بقى عندك هنا بويت. ينفع اي حاجه مش موجود اللي الانر موست شيب بتاعها يبقى فاضي ما فيهوش الكترون؟ امال ايه اللي يحصل؟ اللي ورا يجي قدام اللي ورا يجي قدام فالالكترون اللي بعده اللي هنا في التشين اللي بعده روح عامل ايه؟
يروح سايب مكانك وينزل ايه؟ وينزل. مش هنا في فرق في الطاقه؟ مش هو لازم عشان ينزل قدام لازم يفقد الطاقه؟ تمام كده؟ الطاقه اللي هيفقدها دي يفقدها على شكل ايه؟ اكس راي. مش احنا هنا بنشتغل في تنجسة الاتوم؟ وانا لو واحد بتاع فيزياء كويس قوي فابقى عارف فرق الجهد الطاقه ما بين التو شيرز ولا لا؟ الطاقه اللي طالعه دي انا عارف رقمها وعارف انها كاركترستيك لمين؟ للتنجسة الاتوم. تمام كده؟ هنسميها ساعتها كاركترستيك ايه؟ راديشن. يبقى احنا عندنا بريكنج جايه منين؟ جايه من الليتر الخبط في النيوكلس او عدل ايه؟ من جنبها. وعندنا واحده ثانيه اسمها كاركترستيك راديشن اللي هي خبطت في مين؟ في الالكترون. في الالكترون المفروض فين؟ في الكيشن. تمام كده؟ دول التو تايب. الناس بقى الطيبين الغلابه اللي يا دوبك هيتخانقوا مع الناس اللي بره دول ما لهمش لازمه. هيروح يتخانق مع الالكترونز اللي بره دول كل اللي هيحصل ان هم هيشدوا طاقتهم على شكل ايه؟ على شكل هيت. على شكل هيت. طبعا بالمنطق هو انا احتمالات ان انا افضل جوه قوي كده اكتر ولا احتمالات ان انا افضل بره؟ وما انت لما بتيجي تخش في زحمه بتخبط في الناس اللي بره اكتر ولا بتخبط في الناس اللي جوه؟ بره. الناس اللي بره عشان تخش اصلا بتبقى روحك طلعت تمام؟ فعشان تروحك طلعت دي يبقى كل اللي ثلاث ارباع الانرجي اللي بنفقدها اصلا بنفقدها على شكل ايه؟ هيت. تلاقي 98% من كل الليله اللي احنا عاملين نقولها دي راحت على شكل ايه؟ هيت. ويا دوب اخدت 2% اكس راي. شفتوا بقى وجع قلب. خلاص كده؟ حد عنده مشكله في النقطه دي؟ طيب احنا خلصنا. الاكس راي لما تخش اي جسم بيحصلها حاجه من اربعه. لان لما تخش تخرج زي ما دخلت ما بيحصلهاش اي حاجه. ليلى بتخش بس لها توتال ابدوربت ما تطلعش اصلا دي مش حلوه خالص. ليلى بتخش بلوس شويه انرجي وتخرج على شكل سكاترنج. سكاترنج يعني كونتشن. ليلى بتخش ما تفقدش طاقه بس تخرج ايه؟ سكاترنج. دي نحفظها كده زي اسمنا باربع حاجات. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ اي مشاكل؟